بالراحه، انت مستعجل كده ليه؟ تعالي بس يا دنيا بقى، بلاش غلبه. مش معنى حاجه. بس يا بنت افهمك. طب كويس ان كلكم موجودين. انا حارب ابو العينين، انا اللي اشتريت الكباريه ده بعد عزام بيه الله يرحمه واتكل على الله. الله يرحمه. شوفوا بقى، انا لا بفهم في الكباريهات ولا في الفن ولا في الحاجات دي كلها، عشان كده قررت اجيب حد يفهم في الشغلانه دي مكاني، والحد ده انا عايزكم توقفوا جنبه وتساعدوه كويس قوي عشانه واحد منكم. منا؟ يا ترى يبقى مين؟ تعالى دنيا اقف جنبي. تعالى اقف جنبي. احب اقدم لكم الانسه دنيا مديره الكباريه الجديده. مبروك يا دنيا. كلم بجد؟ ايوه. بصوا بقى، دنيا هتبقى مديره الكباريه، يعني كلمتها هي كلمتي، يعني اللي تقوله يتنفذ بالحرف الواحد، مفهوم؟ مفهوم. يا زين ما اختار دنيا دي مننا وعلينا. واول قرار اخدناه بقى ان اليومين اللي اتقفل فيهم الكباريه مش هيتخصموا من مرتب. الله. والكباريه من بكره هيرجع يشتغل احسن من الاول. هيبقى كده هتلاقيها تولع وتصادل. هتولع وتصادل وهتبقى اخر من جاها. الله الله. العب ابو العاد. خلي الكيكه تطلع في العاليه يا دنيا. حربي، هو انت بجد بجد يعني اشتريت الصلاة؟ اه. ازاي؟ بطلع اسئلة غبية يا دنيا. لا، ما انت يعني لو بتضحكش عليا وعايز نمسك الصالة لازم تفهمني بقى ايه النظام. طب اني غلطت ولا ايه؟ شكلك كده مش هتنفع في الشغلانة دي، لمضة وغلبوية وبتسألي في اللي مالكيش فيه كده برضو. يا حربي السؤال دلوقتي يعني بقى حرام. اسمي حربي بيه يا بت، مش حربي. بعدين خلصها يا دنيا، جاي منك في المشوار ده ولا ناس العطا لحد غيرك؟ يخص قليل الاصل بجان. مش بقولك هتتعبي قلبي معاكي ومش هيجي منك مصلحه. بس بقى يا واد، انا طول عمري يعني تحت امرك وبعمل لك اللي انت عايزه. اخ منكم يا ستات انتوا. اه ما تجوش غير بالسكه على دماغكم. خلصها يا دنيا، قدها ولا هتخربيها؟ قدها، ده انا قدها وقدود، وهعمل لك من الكباري ده احلى كباري في البلد. أو كده تعجبيني. طب بقول لك ايه؟ مش ناوي كده يعني تاخدني عشوة حلوة، سهرة جميلة، احتفالا بأكبر صاحب كباريه في البلد ومديرته الملاوعة؟ النهارده مش هينفع، وراكي شغل كتير عشان افتتاحي الكباريه بكرة، وأنا هلكان وميت من التعب ومش حامل سهراتك يا دنيا. ومن إمتى الكلام ده بقى يا سي حربي؟ من النهارده يا بنت رزق. حربي هتيجي الافتتاح بكره يعني ولا لا؟ حسب التسجيل بقى، شد حيلك انت بس. صباح الخير. وانت من اهلك. مساء الفل يا احلى سهره. يسعد مساك يا معلم حربي. حبيبي قلبي. مساء الفل. امال ده واقف فين؟ ما انت عارف بتنام من بدري عشان ما تصحى تروح معايا المسبك. عملت ايه؟ 100 100، استلمت السلام، كله تمام التمام، وانت؟ مية مية. حلاوتك يا شغل. ما قلتوليش يعني، مش تفرحوني؟ منين ده كله؟ ما قلتلك يا معلمة ربك بيرزق. طب مش تفرحوني وتعرفوني بيرزق منين؟ احنا اصل احنا لينا واحد شريكنا هو اللي بيمولنا يا معلمة. ده باين عليه شريكه ده تقيل قوي وجامد قوي ومقرش قوي. مقرش؟ مقرش قوي يا معلمة. طب مش تعرفوني عليه؟ لا يا معلمة بلاش، خليك انت بعيد عن المسائل دي خالص. اوعى يا حربي، اوعى يكون فلوس الراجل ده حرام. الحرام ما بيعيش، وانت سيد العارفين الحرام عمره قصير وعمره ما بيدوم. ايه ده؟ ده واحد جاب الظرف ده وقال لي اسلمه لكم لما تيجوا، وبيقول لكم محدش يتصرف اي تصرف غير لما الباشا الكبير يتصل بيكم. ده كشف العملاء يا حربي. عملة ايه؟ هنتصرف ازاي دلوقتي يا حربي؟ انا بكره بعد الصلاه هفوت على صلاح
نشوف معاه نعمل ايه في الحكايه دي. جرى يا حربي؟ هو احنا خلاص ما بقناش نعرف نعمل اي حاجه ولا نخطي اي خطوه غير لما نشوف سي صلاح ده؟ انا مش فاهم انت ليه حاطط نقرك من نقره مع انك بعيد عنه خالص وما شفناش من وراه غير كل خير. خير هيجي منين الخير؟ في ناس كده اول لما تشوف خلقتهم تقول ان دول لا يمكن يجوا من وراهم اي خير. حربي الراجل ده من هنا مش حلو وانت عارف رايي فيه من زمان. بركه احنا مشينا في طريق ولازم نكمله للاخر. لحد فين يا حربي؟ لحد فين يا حربي؟ بص يا حربي احنا ربنا كرمنا من الواسع والكيكة تلعب معانا ولعبنا في العالي الحمد لله. يبقى الرأي ربنا بقى فتاكل عيشنا وكفاية اللي وصلنا له. على الرأي المثل يا اخي الطمع قل ما جمع. قول يا زين. بركة عنده حق يا حربي، احنا زمان ما كانش عندنا حاجة نخاف عليها، دلوقتي بقى فينا نخاف عليها. حربي صباح الخير يا مان. صباح الخير يا بابا. ها كلمتي حربي واكدتي على ميعاد النهارده؟ لا يا بابا لسه، هكلمه حالا دلوقتي. طيب يا حبيبتي انا اغير هدومي وانزل اصلي ارجع الاقيكي جاهزه وننزل نقابله على طول ان شاء الله. حاضر يا بابا وحرام على المقدمه. جمعا ان شاء الله. الو. ايوه يا حربي انت لسه نايم ولا ايه؟ مين؟ انا امان يا حربي. انت ناسي ان في ميعاد بينا النهارده؟ لا 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 فاكر فاكر طبعا. واضح قوي انك فاكر بدليل ان حضرتك نايم لحد دلوقتي. لا 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 انا صاحي خلاص صاحي. انت بصي اهو صاحي. حربي انت ما تعرفش بابا مواعيده بالثانيه. لا ما تخافيش يا اماني الساعه 2 بالظبط هتلاقيني موجود في الميعاد. حربي ارجوك اوعى تنام تاني. لا خلاص انام ايه بقى انا صحيت. ماشي سلام معاك. سلام. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انسى حرب الكلام ده انساه خالص. يعني ايه؟ يعني مش بعد كل التعب اللي تعبناه والخطر اللي عشنا فيه نجي في الاخر والنك. ما فين الطموحات؟ فين الاحلام؟ فين القلب الحديد؟ انا كنت فاكر طموحاتكم اكبر من كده بكتير. اكتر من كده بقاش طموح ابو صلاح، ده يبقى طمع. وعلى راي الواد بركه الطمع قل ما جمع صاحبي، واحنا لحد كده فل الفل الحمد لله. بدل المشروع عندنا ثلاثة وبارك الله فيما رزق. بس انا كان في دماغي حاجات اكبر من كده بكتير. انا بفكر لكم في مليارات. المليارات مش الالوف والملايين. مليارات ايه بس يا ابو صلاح، خلينا في اللي احنا عارفينه، خلينا نعيش وخلي غيرنا يعيش. بعدين ما تزعلش مني يا صاحبي، يعني انت كل ده عملته وانت هنا في الامان في الظل بتخطط وترتب وبترسم، واحنا بقى اللي في بوز المدفع بنخاطر وبننفذ. وشفنا الموت بعينينا اكتر من مره، مش كل مرة تسلم الجرة يا صاحبي. بعدين بيني وبينك بقى أنا تعبت، عايز ارتاح، أعمل لي بيت واتجوز واجيب لي يعني حتة عيل كده أعرف أربيه وأنا مطمن عليه، وربك بقى يبقى يسامحنا على اللي عملناه أيام الشقاوة. واضح إنك واخد قرار يا حربي. قرار نهائي يا صلاح. طبعا. وتعيشوا بعد كده تحت رجلين نعيم السيوفي، يقول لكم تعالوا شمال تروحوا يمين تروحوا. هو ده اللي احنا جايين لك عشانه يا صلاح. امبارح اتكلمت انا وزين وبركه ووصلنا النتيجه، احنا عايزينك تمكمك لنا وتخطط لنا ازاي نخلع من نعيم السيوفي من غير ما يكون ماسك علينا اي حاجه. قصدك ايه؟ ورقه الضد؟ لو جبنا ورقه الضد ده هنبقى كلنا في الامان ومحدش ليه عندنا حاجه. ورقه الضد؟ اكيد الورقه ده عند حبيبك عدلي، ولو قدرنا ناخد الورقه ده صلاح هنبقى ضربنا عصفورين بحجر. واحد خلعنا من نعيم بكل اللي خدناه منه. تاني حاجة بقى أكيد عدلي مش هيسلم من انتقام الباشا الكبير، وده اللي أنت عايزه ولا أنا غلطان؟ طب سيب لي الموضوع ده أنا مخمخه في دماغي كده وأشوف هنتصرف إزاي.
ماشي همشي انا بقى عشان ورايا مشوار. اشوفك تاني امتى؟ اول ما تخطط وتمخمخ كلمني وانا هاجي لك فورا. سلام يا صلاح. عادل عندك في البيت؟ لا عادل خرج كده من شوية، أصل سيوفي بيه طلب وراح له على العزب. ميسا أنا لازم أشوفك ضروري بسرعة. ليه صلاح في إيه؟ أما تيجي حابة أقولك. أنا هستناك عندك في البيت، ما تأخريش. لا متشكر انا مستني ناس هنطلب لما يجوا ان شاء الله. شكرا. انسه اماني بابا اللواء حسن لنا المصري. اهلا وسهلا. ازيك يا سعاده اللواء؟ فرصه عظيمه ليا وشرف اني قابلت حضرتك. يعني اهلا يا حربي. متشكر يا فندم. اتفضل استريح. اتفضل. ايه يا انسه اماني وحضرتك مش هتقعدي معانا؟ لا بصراحه انا عندي مشوار هنا قريب هخلصه وارجع على طول. طب اتفضلي. اتفضلي بعد اذنكم. اتفضلي. اتفضلي. أنا الفندم شرفتني. عمر فندم تشرب يا باشا؟ شاي. شاي بالنعناع لو سمحت. طب خليهم اتنين بقى وحياتك. على الفندم. أصل أنا كمان يا باشا عايز الشاي والنعناع ده قوي يعني زي سعادتك كده. عموما دي بداية كويسة، على الأقل يبقى في حاجة مشتركة بيني وبينك يا حربي. ده شرف ليه يا باشا. شوف يا حربي يا ابني، أي اتنين تقوم بينهم علاقة أو يدور بينهم حوار لازم يبقى في حاجات مشتركة بينهم وبين بعض، كده ولا إيه؟ طبعا يا باشا أكيد. ويا ترى بقى إيه الحاجات المشتركة اللي بينك وبين أماني بنتي؟ أفندم سؤالي واضح وصريح، ممكن تجاوبني عليه ولا صعب؟ لا يا باشا وماله. طبعا طبعا تحت امرك. وانا مستني الاجابه. اتفضل. شكرا. اي خدمه غالي يا هواء. شكرا. شكرا يا حبيبي. شكرا. لقيت الاجابه ولا لسه بتدور يا حرب؟ شوف يا باشا انا هكلم سعادتك كده بصراحه من غير لف ولا دوران زي ما سعادتك قلت. انا اول مره قابلت الانسه اماني فيها كنت في القسم عند اكرم بابن سعادتك. يوميها كنت مضروب ومتبهدل وكانت حالتي حاله زي ما تقول كده يعني ايه، صعبت على الانسه اماني وعملت عني حوار في الجورنال اللي هي بتشتغل فيه. وبعدين؟ وبعدين يا باشا يعني اتقابلنا بعدها كذا مره، وطبعا وقتها ما كانش في اي حاجه مشتركه بيننا خالص. هي طبعا بنت ناس وبنت اصول ومن عيله كبيره، وانا يعني بس اللي حصل بعد كده بقى ان احنا يعني اتقابلنا كذا مره وكده وبتاع،
ويعني زي ما تقول سعادتك يعني ان احنا ارتحنا لبعض. تفتكر يا حربي ان مجرد الارتياح ممكن يبقى اساس متين لعلاقه بين اتنين مفيش بينهم وبين بعض اي حاجه مشتركه زي انت ما قلت؟ وليه لا يا باشا؟ الارتياح والتفاهم دول اساس متين لاي علاقه بين اتنين. والمستوى الاجتماعي الثقافي الاصل والعيله كل دول مالهمش عندك اي اعتبار؟ عارف يا باشا والله والله العظيم عارف ان الانسه اماني نجمه في السماء بعيد عني واديني بحاول يعني على قد ما اقدر ان انا اقرب لمستواها. بتحاول تقرب ازاي يعني؟ بعمل المستحيل يا باشا، بشتغل بايديا واسناني عشان احسن مستواي، وانا دلوقتي الحمد لله ظروفي اتحسنت، ما بقتش حربي بتاع زمان. حربي عاوز اقول لك حاجه مهمه جدا. عمل الانسان وتاريخه محسوبين عليه يا ابني. ده كلام اكرم باشا مش كلام سعادتك. للأسف أكرم بيه مصر يشوفني من جنب واحد بس. من غير ما تزعل مني يا حربي، أكرم عنده حق. أنت في النهاية اتحكم عليك واتسجنت وبقيت مسجل خطر. أنا كنت بدافع عن كرامة أمي اللي ربتني ضد واحد مسجل خطر يا أبو مفتري. تفتكر إن المجتمع والناس ممكن ينسوا حاجة زي كده؟ وليه لأ يا باشا؟ لا صعب صعب يا حربي. في حاجات في الدنيا دي صعبة قوي إنها تتغير. صعب يا باشا لكن مش مستحيل. شوف يا حربي يا ابني، انت شاب ذكي وصريح وده اللي عاجبني فيك، عشان كده انا هتكلم معاك بمنتهى الصراحه من غير لف ولا دوران زي ما انت اتكلمت بالظبط. عاوز اقول لك حاجه مهمه، الصعب عندي ممكن يبقى مستحيل عند غيري. قصدي سعادتك اكرم بيه؟ مش بس اكرم يا حربي يا ابني، احنا عايشين في وسط مجتمع وسط الناس ورأي الناس يهمنا جدا. بس أنا يا باشا دلوقتي معايا فلوس، معايا فلوس كتيرة قوي، واللي معاه فلوس الناس بتبص له باحترام. تبص له لكن باحترام دي مشكوك فيها يا حربي. يعني يا باشا اللي ما يتولدش غني وبقه معلقة ذهب ومن عيلة كبيرة يفضل طول عمره محكوم عليه يعيش أقل من غيره؟ أنا ما قلتش كده يا حربي. كلام سعادتك معناه كده. يبقى ما فهمتنيش يا حربي. اسمع يا ابني، الإنسان لما بيعجب بحد وبيفكر يرتبط بيه لازم يحسبها كويس ويحسب أثر العلاقة دي على الإنسان اللي بيحبه، لأن الواحد إذا فكر في مصلحته هو بس من غير ما يفكر في مصلحة الآخرين يبقى إنسان أناني ما بيراعيش مصالح الغير وخصوصا الناس اللي بيعزهم. حرب يا ابني، الإنسان ساعات بيضحي بحاجات كتير قوي في سبيل مصلحة الإنسان اللي بيحبه، ده إذا كان فعلا بيحبه. قصد سعادتك إيه؟ أنت فاهم قصدي كويس أوي. اسمع يا حربي، إذا كنت بتعز أماني فعلا وخايف على مصلحتها ابعد عنها خالص، مفيش داعي تعلقها في حبال دايبة. عيش حياتك يا ابني وسيبها هي كمان تعيش حياتها مع أهلها وناسها. أرجوك الكلام اللي بيننا ده أماني ما تعرفش عنه حاجة. كويس، سكوتك ده هعتبره علامة الرضا وإنك موافق إنه يفضل سر بيننا وبين بعض. أنا كده خلصت كل كلامي، تقدر تكمل شايك عن إذنك. عملت ايه مع حربي؟ كل خير يا بنتي. يعني ايه كل خير؟ طب قولي على الاقل ايه رايك فيه؟ متهيألي من الصعب ان الواحد يحكم على انسان من اول قعده يقعدها معاه. طب على الاقل انطباعك الاول. الكلام ده ما ينفعش هنا، نروح البيت وهناك نتكلم براحتنا. يلا